السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون طويل شوية، جمعت فيه تقريبا التسجيل ديال أسبوع كامل. كنت من يكون فيه شوية ديال الإفادة وشوية نبدلو الجو مع بعضياتنا. غادي نخرجكم، غادي نمشيو لإيكيا في أسبوع ديال التخفيضات، غنخيط معكم هاد المناديل هادو اللي كيعوضوا ورق ديال المطبخ، ماشي 100% ولكن كيعوضوا كتير من الاستعمالات ديالو. غنصوم معكم هاد الخبيز هذا ديال الشعير، كيجي رطب وزوين بزاف. متاكده هاد الوصفه هادي غادي تعجبكم وغادي تجربوها. كيف ما قلت لكم غنديكم نعملوا واحد الجوله في ايكيا، غنوريكم التخفيضات شنو كاين وشنو خديت منها. خديت غير شي حاجات هكذا يعني بسيطه، ماشي شي حاجه كثيره، ولكن غنوريكم شنو خديت وكيفاش استعملتهم في الدار او في المطبخ. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه غنبدا بها هي غنشارك معكم هذه الفكره هذه ديال هاد السريبتات هادو اللي كنستعملوهم في المطبخ. يا اما نشفوا بهم اللواني، فيهم جهه ديال الميكروفايبر وجهه ديال القطن. حنا عارفين فحال دابا الزاج كيحتاج اننا نمسحو منه الماء، وفي نفس الوقت خصو شي حاجه ديال القطن اللي فحال البولش يعني كتخليه كيبري كيجي كيبان يعني ممسوح ومزيان. المهم هاد الفكره هادي انا في الحقيقه جربتها وعجبتني بزاف بزاف، كتنفع بزاف في الكوزينه. وحتى الا بغيتو تخلي واحد جوج ولا ثلاثه الزاج يعني شراجم، ممكن تستعملوه ملي تغسلوا الشراجم، كيبقى فيه داك الماء كتمسحوا بالجهه ديال الميكروفايبر وكتعاودوا اخر مسحه بهداك ديال القطن. رائعين بزاف هاد الفكره هادي. كنتمنى الناس اللي عندهم ماكينه الخياطه او اللي يعني كيفكروا انهم يبداو يخيطوا تعجبكم هاد الفكره. كنلويهم انا فحال هكذا، كيجيو فحال داك الرولو ديال الورق ديال المطبخ. صوب جوج، واحد ليلي واحد غادي نعطيه ان شاء الله. بالنسبه للطريقه راها سهله بزاف. مشيت انا هادوك الطريفات ديال التوابات اللي عندي زايدين، اللي كيبقى لي طرف صغير كنحتفظ به، هذه هي المناسبه اننا نستعملوهم. ممكن طبعا تستعملوا، ماشي ضروري يكونوا الالوان متناسقه، انا غير حيت كيعجبني نجمع التوابات فعندي لقيت الالوان بزاف غنستعملهم. خديت هاد الفوطات ديال الميكروفايبر، كيتباعوا فيما مشيتو، كاينين في المغرب كاينين هنا فيما مشيتو كاينين. انا كناخذهم من اكسيون، كيعملوا تقريبا 2 أورو ونص لـ5. كناخذ طرف ديال القطن وكنحطو فوق هذيك الفوطه ديال الميكروفايبر، كنقيس عليها وكنقطع هذيك الزياده. بالنسبه لهذيك الزياده احتفظوا بها ما ترميوهاش، ممكن انكم تخيطوا هكذا واحد السمطه تعلقوا بها هاد الفوطات هادو ملي نمسحوهم باش ينشفوا. صافي، من بعد ما قديت يعني كل قطعه ديال الميكروفايبر قديت لها الطرف ديالها ديال القطن، دابا غادي نديهم الماكينه غنخيط الجهات ثلاثة، الجهة الرابعة اللي الفوق غنخلي واحد الفتيحة فحال هكذا باش نقلبو من هداك التوب، والتوب الوجه ديالو كيكون لداخل باش غادي نقلبوه كيف ما قلت لكم. صافي، غادي نديهم يعني انا وجدت الكمية كاملة، الطروفة كاملين، غنديهم للماكينة. غندير خياطة عادية يعني ما كاين حتى شي تعقيدات، غنشعلو الماكينة وغنمشيو ديريكت. غير هو في الاول كنزيدو جوج ديال الغرزات وكنرجعو اللور جوج الغرزات باش هاديك الخياطة ما كتفكش في الاول وفي الاخير. صافي، هنا بقات لي غير هاديك الفتحة الرابعة والاخيرة، غنخلي منها كيف ما قلت لكم واحد الفتحة تقريبا واحد 7 ديال السنتيم. صافي، غنكمل بنفس الطريقة القطاع كاملين. من بعد غادي نشوف الى باين لي شي زيادة يعني كتيرة نحيدها. اهم حاجه هي القناه، نحيدو منهم هذاك الطرف اللي كيكون زايد باش ملي نقلبوا هاد السربيطه هادي يجيو القناه ديالها يعني مقادين، ما يجيوش هكذاك داخلين داخل. صافي، من بعد ما قطعت الزياده ونردوا البال ما نقطعوش الخياطه، غادي نقلب هاد الفوطه هادي. الوجه ديال الثوب ديال القطن غادي يولي على برا، الميكروفايبر عنده الوجه والظهر فحال فحال. المهم حنا عندنا الغرض غير بهذاك الثوب ديال القطن يكون الوجه ديالو على برا. صافي، غنقاد القناه غنخرجهم مزيان مزيان. بما اننا قطعنا هذاك الثوب الزايد القناه كيجيو مقادين. هنا كيف ما قلت لكم ممكن تخيطوا واحد السميطه بهذاك الثوب اللي زايد، دخلوها في هذيك الفتحه اللي قلبنا منها الثوب، تخيطوها تما.
او ممكن ما تصاوبوش تخليه غير هكذا. غندير الماكينه نعاود لها الخياطه من الفوق باش نسد هذيك الفتحه ونثبتها. غنكرر نفس العمليه بالنسبه لهم كاملين. بالنسبه للحاجه اللي زيتها كنظنش واش وريتها هنايا، الوسط ديال هاد الفوطه هادي عملت فيها واحد العلامه ديال اكس بالماكينه باش تبقى مقبوطه الفوطه ملي نصبنوها، يعني ما تحلش بزاف. فدرت علامه ديال اكس في الوسط بحال اللي كتشوفوا هنايا، راها كاينه. صافي كملت كل شيء بنفس الطريقه. هنا كنحيد غير هادوك الخيوط اللي كيبقاو زايدين. صبت انا كميه كثيره لانني كيف ما قلت لكم كنحتاجهم بزاف بزاف في الكوزينه. كينقصوا من داك الاستعمال ديال الورق اللي كنبقاو كل شويه نجبدو منه، وطبعا ما غاديش نقدروا نستغناو عليه 100% خصوصا في الطبخ ما نقدروش نستعملوا هادو، ولكن في التنظيف بحال دابا المسيح ديال شي حاجه الماء ولا شي حاجه ممكن نستعملوهم، نمسحو بهم الاواني من بعد الغسل الى اخره. هذا هو الشكل ديال القطع كاملين. غنوريكم هنايا انا غنروليهم فحال الرولو هذاك باش يجي الشكل ديالهم فحال هذاك البيبر تاول. وهاد الفكره هادي راها كاينه، ماشي انا اللي يعني الحقيقه ما عرفت واش كاين شي فيديو في هاد الميكرو فايبر. انا كيعجبني نمسح به اللواني لانه كيشرب الماء، والقطن راه كي مزيان في المسيح ديال الكيسان الى اخره. فجاتني هاد الفكره نلصقهم بجوج، ولكن هاد الفكره استعمال توب عوض الورق ماشي انا اللي اخترعتها ولا جبت فيها، يعني كاينه كيقول لها ان بيبر تاول، يعني لتقليل من استعمال هذاك الورق ديال المطبخ. الا عندكم هذاك العود اللي كان يكون فيه البيبر تاول او الورق ديال المطبخ ممكن تلويو فيه هاد السريبتات هادو، او ممكن تلويهم غير فحال هكذا. وكنحطهم انا لتحت عندي هذيك الطابله ديال الكوزينه، عندي واحد البلاصه كنحطهم فيها كنلقاهم يعني على يدي كينفعوا بزاف بزاف. صافي هذه هي الفكره ديال اليوم، سهله مهله، جربوها ان شاء الله تعجبكم. كيف ما قلت لكم صابت واحد ليلي واحد غادي نعطيه. هنايا غادي نخرجوا انا من واحد الجوله خفيفه ظريفه في ايكيا. مشيت انا غير كنت محتاجه شي مسائل ضروريين، لقيتهم عاملين السولد. كاين شي حوايج في الحقيقة كانوا رخاصين بزاف، بحال هاد القطعة هادي ديال الخشب عادة كتباع بشي 6 أورو، عاملين لها أورو واحد. هاد السلات هادو كانوا بشي 9 ديال الأورو ولا 7، كانوا ب10 ولا 7. في الحقيقة كانوا عندي وعطيتهم، كينفعو هكذا كيجمعو، ولكن أنا مرة كتجيني هذيك الحالة كنبغي نقلل من الأشياء عندي في الظرف. عطيتهم بالنسبة لهاد السلات هادو راهم كاينين موجودين، كانوا في واحد الوقت كيتباعو في إيكيا جوج ب3 ديال الأورو، دابا وصلوا حتى ل9 ديال الأورو. بالنسبة للناس اللي كيشريو من المواقع ديال الصينية، مواقع الأسيوية راه كاينين كيتباعو فيهم رخاصين. هاد المخايد هادو راهم ولاو كيبيعوهم كنظن وقيلة 1.5 أورو. هاد القراعي ديال الزاج ديال ايكيا زوينين بزاف، الا قدرتو تشريوهم غير شريوهم، كيصبروا ما كيتهرشوش، الزاج ديالهم غليظ وما اصلا يعني مصنوعين الكانين، يعني بالنسبه لدوك الناس اللي كيحتفظوا كيصبروا الماكله في الدار، يعني راهم الجد والعمل كيف ما كنقولوا. هنا غادي ندور بكم واحد الدوره نوريك هادشي في الحقيقه كاين منه جديد، بحال هادشي اللي خضر راه جديد، ولكن كل مره كيجيبوهم في لون، يعني داكشي قديم في نفس الوقت الالوان جديده. هادشي كله راه قديم، يعني كان شحال هادي. مره كنلقى شي حاجه جديده حقيقة. أنا إيكيا شحال هادي ما جيت لها، يعني شهور ما جيت لهاش، فلاحظت شي حاجات جدادين. هادوك القراعي ديال الدجاج اللي غيبان لكم دابا، أنا كنت شتهم شحال هادي وعجبوني وقلت صافي بلاش ما غاديش نحتاجهم حتى هذا، ولكن عندي منه بزاف ما غاديش ناخده. زوين الشكل ديالو في الحقيقة ديال الدجاج زوين، ولكن ما غاديش ناخده، عندي بزاف ديال هادوك الكيسان. الحاجه اللي بقات في بالي
واحد القريعات صغار كانوا كيبيعوهم ديال الزاج، شفتهم المرة اللي فاتت وقلت صافي بلاش ما ناخدهمش ما محتاجاهمش. هاد المرة عاملينهم تخفيض، نقصوا فيهم كنظن 50%، هما غادي نبان لكم دابا وغادي نوريكم نيت في الفيديو شنو شريت. هادو فيهم ثلاثة ديال الأحجام، فيهم الكبارين اللي ممكن ديروا فيهم العصير خصوصا دابا في رمضان، حتى هاد الصغار ممكن تصبوا فيهم عصير هكذا لكل شخص ديالو، يبقى في الثلاجة إلا شط على شي واحد يردو في الثلاجة. كاين كنظن نص إترو وكاين الإترو، كاينين هادوك الصغار، أنا خديت من هادوك الصغيرين غنوريكم علاش خديتهم. هاد المواس هادو ديال ايكيا زوينين بزاف، الا قدرتو تاخدوهم غير خدوهم، كيصبروا كيقطعوا مزيان ورخاص، الثمن ديالهم مناسب جدا. هاد القطاعات هادو حتى هما الا كتقلبوا على شي قطاعه كبيره، انا عندي هادي تقريبا شي 7 سنين وهي عندي، بقى عندي ما تهرسات ما حتى شي حاجه، واخا يعني ندوز عليها الدقاقه كنقطع عليها كل شيء. المهم هادي جديده، هادي ديال البيتزا. المهم هما كل مره كيجيبوا نوع جديد ديال هذوك القطاعات ديال الخشب، هذه دايره فحال الطبيله صغيره، كنظن كانت في شي وقت بتسعود دابا ولات ب12، ولا مبقي ما عرف ما قلتش على تم. المهم راه باين لكم تما الثمن، هما دائما كيزيدوا دابا خصوصا هاد الشهور الاخيره ولا هاد العام الاخير كل شيء زاد في الثمن، ولكن يعني دابا دايرين تخفيضات زوينه بزاف. كنت كنقلب على زليفات هكذا صغارين لرمضان، هادو كبار شويه، زليفه الحريره وزليفه هكذا التمار شباكيه الى اخره، ما خديتهمش واخا هادو زوينين، ولكن الالوان ديالهم ما عجبونيش. الالوان ديالهم زوينه ولكن ما عرفت، قلت دغيا غيطلعوا لي في الراس، بغيت ناخذ شي حاجه اللي تبقى لي مده طويله. صافي ما خديتهمش، ولكن هما زوينين في الحقيقه، شكليا مزيان، غير الالوان ديالهم فاقعه. هادو بالنسبه هادو ديال البلاستيك ولا مات ديال السيليكون، بحال دابا ديال كنتو كتعجنوا كتبغيو تغطيو شي حاجه ولا تغطيو شي حاجه، تخليو شي ماكله فوق الطابله بغيتو تغطيوها اولا في الثلاجه. هاد الفراقات هادو اللي غادي يبانو دابا، هاد الخضره هادي كنظن جديده، عمري ما شفتها، ديك ديال الخشب غير ما تاخدوهاش كطيح غير بوحدها، او هذيك البيضاء والحمراء زوينين، كانوا في شي وقت باقيله ب12 اورو، دابا ما عرفتش باقيله واش 16 ولا 20. المهم هادو كاملين، هذه قديمه بزاف ديال الزاج، كانوا شحال هذيك كيبيعوها باقيله في شي 2007، دابا ردوها. طبيصلات حتى هما عندهم شي طبيصلات زوينين، هادو اللي طوال عاملين بحال اللي كيتباعوا في اكسيون، هما نيت عرفنا شكون اللي كينقل من الاخر. المهم تقريبا راه فحال فحال، من ناحيه الكاليتي ولا من ناحيه الحجم، غير الثمن كاين فرق. صافي هادشي كله راه قديم، حتى حاجه ما كاينه جديده هنايا. هاد الطباصل السربيس هذا اللي معروفه بايكيا، عندهم في الالوان، كاين كاين الزرق، كاين الغوز، كاين الخضر، كاين الاحمر، كاين الالوان اللي بغيتي، كاين البيج حتى هو، كاين واقيلا شي جوج ولا ثلاثه ديال الانواع ديال الزرق. هادو الشمع، الشمع بالنسمه ديال الريحان، هادو هما الطباس اللي قلت لكم عليهم. الوان واشكال، ماشي الوان واشكال، المهم الوان سربيس، كنظن واقيلا 49 ولا مع 39 سربيس ديال 4 الناس. هاد الزليفه حتى هما زوينين، فكرت ناخذهم عاوتاني، قلت الخضر طلع لي في الراس، كل شيء اللي عندي انا خضر، بغيت نبدل شويه نتا ناخذ شويه الزرق، خصوصا دابا الزرق موضه، فين ما مشي انا كنلقاو الزرق يعني في الانستغرام ولا هذا. المهم بقوت ما كنت نشوفو داكشي كنوليو كنتاثروا به، صافي طلع لي في راسي الخضر، قلت غنشري شي غنبدل شويه، انا اصلا عندي شويه ديال اللواني في الزرق جبتهم. كاين القراعي ديال الزاج اللي بغى هكذا العصير ولا اللي بغى يصاوب الزيت بالليه ولا الزيتون، المهم كاين القراعي ديال الزاج، من دائما عندهم قراعي ديال الزاج، هذوك اللي كيتسدوا، وهادو خلاص، واخا هذوك اللي فيهم الغطايه ديال الفلين ماشي زوينين، دغيا
الغطايه كفحال الا كتغمال. بالنسبه لهاد الغطاوات هادو ديال الطابله زوينين بزاف، الا قدرتو تاخدوهم غير خدوهم. هنا نقصي منهم وقيله شي جوج ديال، هما اصلا الثمن ديالهم الاصلي وقيله 5 أورو وناقصي منهم شويه فخديتهم. كنت خيطت بهم واحد التزارة ديال الكوزينة وصوبت بهم درج الكوزينة، الحقيقة غزالين بزاف، داك الثوب زوين بزاف. واخا كندير فيه يعني كنغطي به الخبز المسمن هذا، ملي كنصبنو كيتحيد منه الزيت كله، ما كتبقى فيهش طب، ما كيقبضش هذيك الطبعه ما كتبقاش فيه. هنايا الكيسان ديال القهوه، الترموسات في الحقيقة الترموسات يعني عاديين، كاينين في حالهم في أكسيون ماشي في حالهم، ولكن نفس الكاليتي. اللي بغاهم يمشي لتما ياخدهم. كاين اللون الخضر في الأتات بزاف، هو اللي خارج باللون الصفر واللون الخضر، وحتى الزرق، الزرق في اللواني، وبحال دابا البطانيات ولا الترو اللي كيكون في فوق هكدا الكنابي في الخضر والصفر، هما الالوان اللي كاينين دابا. والباج طبعا كيبقى دائما، هذا بحال المنديل كان كيتباع ب5 ديال الاورو، نقصوا له من 29 ل5 ديال الاورو، زوين بزاف. ما عرفت واش باقي السولدي ولا لا، كنظنش واش بقى، كانوا غير عاملين في الايامات ديال السولد بروموسيون. صافي دابا قربت نخرج من هاد المحل، هذا هادشي كله تقريبا قديم، ما فيه حتى شي جديد. مخايد انا الحقيقه، مبقيتش كنشريهم، وليت كنصاوبهم براسي كيجيوني احسن. كناخد القياس الراسي، الثوب كناخدو يا اما كناخد شي ثوب قديم ولا شي غطا ديال الطابله، ولا كنشري ثوب وكنصاوبهم براسي، كيتقمو عليا رخاص بزاف. والحجم اللي بغيت، الشكل اللي بغيت، اللون اللي بغيت. لكن الناس اللي ما عندهمش مع الخياطه ممكن انكم تلقوا، المهم هما حاطين هنا الالوان يعني مع بعضياتها. اللي بغى ياخذ المخدات ديال اما ديال بيت النعاس ولا ديال الصاله. صافي هادشي اللي صورت لكم، غنمشي للدار غنوريكم شنو خديت. هادشي ما صورتوش انا النهار نفس النهار ولا غد، اللي بقيت واقيلا شي يومين ولا 3 ايام عاد صورت هاد الجزء هذا، بقيتهم حاطاهم حتى عاد كتاب جبتهم باش نوريه لكم، ونغسلهم نيت ونقعد نحيدهم يعني من واخدين بلاصه في الكوزينه. خديت هاد القريعات هادو، كنظن الثمن ديالهم 2 ديال الاورو ولا اورو 50 في الايامات ديال السولد. خديت هاد الكيسان هادو، اللي شجعني عليهم ماشي جداد يعني شحال هادي كانوا عند ايكيا، اللي شجعني عليهم ماما عندها فحالها، عندها فحال هاد الكيسان هادو كيصوبوا فيهم القهوه. ف مي تشجعت قلت ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف يعني هما هادوك. مره وليت كنشرب لويزا هكذا في الليل، ولا الحشاب اتاي، هذاك اتاي ماشي اتاي ديالنا المغربي، اتاي الشاي، وما عنديش هكذا البريق، كان عندي واحد ديال الزاج وتهرس فخديت هذا. المهم هاد القريعات هادو شنو بغيت نعمل فيهم، بغيت نعمل فيهم العطريه. بحال دابا غادي يقرب رمضان، كنبقى كتجيني شويه كنعكز، نبقى نجبد دوك القراعي الكبار اللي الفوق كل شويه نهبطهم، كل شويه نطلعهم. العام اللي فات كنت صاوبت هادوك القريعات الصغير بحال الكيسان ديال الطين، صاوبتهم العطريه، هذيك فكره زوينه. كاين هادو غيبقاو محافظين اكثر، ما غاديش العطريه ما غاديش تنشف. انا اخذ غير هاد العطريه الاساسيه اللي كنستعملها بزاف. غنغسل هاد القراعي طبعا، وغادي نشفهم، وغادي نغسل هادوك الكيسان حتى هما، وغنغسل البراد. هادشي اللي خديت واحد جوج حاجات اخرين، غادي نقول جوج ولا ثلاثه غنوريهم لكم حتى هما. هادوك الدرور اللي خيطت معاكم كيف ما قلت لكم كينفعوا بزاف بزاف في الكوزينه، مسحت بهم هاد اللوان وغنحطهم هنا زيد يزيدوا وينشفوا، خصوصا القراعي اللي غندير فيهم العطريه باش ما تبردش. صافي غنخليهم هنا يزيدوا ينشفوا واحد شويه.
بالنسبة للعطرية اللي غادي نعمل في هاد القريعات، عندي التحميرة، الإبزار، الخرقوم، سكنجبير، والكامون. هادشي اللي عملت في هاد القريعات هادو. هادي هي العطرية اللي كنستعملوها بزاف بزاف أغلبية. وفي الحقيقة ما بقاش عندي هذيك البودرة ديال الثومة والبودرة ديال البصلة، خصني إما نشريهم إما نصاوبهم إن شاء الله. صافي، هنايا غنوريكم كيفاش غنقاد هذا الشيء فوق الطابلة ونرجع معكم باش نصاوبوا الخبيزات ديالنا، خبيزات ديال الشعير. خديت ايضا هاد جوج قراعي هادو ديال الزاج، بغيت نصاوب فيهم الطحين والفينو، حتى هما كيتحتاجو بزاف بزاف في رمضان. انا عندي جوج قراعي ديال الزاج كنت كنستعملهم، ولكن المشكل ديالهم ان الفوم ديالهم صغير، فباش نخشي فيهم هذاك السكوب باش نجبد الطحين كنبقى معذبه مع هادو. زوينين شحال هادي وانا كنفكر ناخذهم، عاد كنقول بلاش عندي ما نحتاجهمش. هاد المره هادي زعمت عليهم خديت جوج. بالنسبة للغطايات راهم كانوا عندي انا هادوك القراعي هما غير صغار، ولكن الغطايات فحال نفس القياس. ست في الغطايات ما شريتهمش. هاد التوب هذا اللي قلت لكم عليه راني خديت منه جوج، كنت فايته واخده منه جوج، ودابا خديت منه جوج. ان شاء الله في الفيديو ديال غدا ولا الفيديو اللي جاي ان شاء الله غنوريكم شنو عملت بيهم، كينفعوا بزاف بزاف. هذا ما كاش ناخذ منه يعني كميه كثيره، وكوري كان يعني لون واحد ولا فيه شي لون هكذا من غير الاحمر، ولكن ماشي مشكل. داك الخط ديال الاحمر يعني خط صغير ما كيبانش بزاف. فهذا خديت منه جوج، وكنظن هذا الشيء اللي خديت من ايكيا، ما خديت شي حاجه كثيره، والمهم هذا الشيء اللي كاين. بالنسبة للخبز اللي غنصاوب معكم اليوم، هو الخبز المحرش ديال الشعير. غنصاوبوه بالبلبولة او لا السميدة، تشيشة ديال الشعير هذيك اللي كتكون رقيقة شوية اللي هي هذه. خديت جوج كيسان كبار ديال الشعير، غنصاوب انا كمية يعني كبيرة، نتوما قللوا الا بغيتوا. المهم انا خديت جوج كيسان ديال الشعير، غنزيد عليهم جوج كيسان ونص ديال المطايب. هنا غنرطبوا هاد التشيشه هادي ديال الشعير ولا السميده ديال الشعير باش من عجنوا بها يعني دغيا تسدلك وتدخل في العجينه، ما تبقاش هكداك محببه. صافي، جوج كيسان ونص ديال المطايب غادي نحرك، نغطيها ونخلي هاد الخليط هذا ديك السميده غتشرب هاديك الماء، ونخليها حتى تولي الحراره ديالهم يعني معتدله، ما تبقاش طايبه، باش نزيد عليهم الخميره ما تموتش الخميره. صافي، من بعد تقريبا واحد نص ساعه هذا هو الشكل ديالها. صافي، راها وجدات. غادي نقاد بها هاد نبدا نقاد العجينه ديالي. غنخوي هاد الخليط هذا في العجانه، غنعجن هنا في العجانه، ممكن تعجنوا بيدكم الا بغيتوا، ما كاين حتى شي مشكل. صافي، هنايا غادي نزيد انا بعض الاضافات، ممكن تزيدوهم تستغناو عليهم على حسب الرغبه ديالكم. هنا غير كنقص بصبعي باش نتاكد انها مابقاتش سخونه بزاف باش ما تقتليش الخميره. كيف ما كتشوفوا راه جبدت شويه ديال الكتان اللي هو هذا، غنضيف تقريبا واحد جوج معالق كبار. غادي نزيد ايضا شويه ديال النخاله، بغيتو تزيدوها زيدوها، بغيتو تزيدوها ما تزيدوهاش. انا من بعد غادي نضيف الطحين ديال الزرع لهاد الخليط هذا ديال البلبوله، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الكمون. بغيتو تزيدوها زيدوها، بغيتو ما تزيدوهاش ما تزيدوهاش. غادي نضيف معلقه كبيره ديال العسل،
وغنضيف ايضا معلقه متوسطه ديال الملحه. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، قياس ديال ملعقه كبيره، تقريبا 3 ديال الباكيات من هاد الباكيه ديال هاد الخميره هادي. غنضيف كاس ديال الماء دافي، الماء اللي كنعجنو به باش تذوب لي هذيك الخميره، وغادي نضيف ايضا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي الخليط ديالي وجد، دابا غادي نبدا نزيد في الطحين ديال الزرع. بالنسبه للكميه ديال الطحين ديال الزرع غنضيف تقريبا 1 الكيلو الا كاس صغير، المهم نتوما بقاو تزيدوا الطحين هكذا بشويه بشويه حتى تحصلوا على الخليط اللي غادي نوريكم في الاخير. تقريبا 1 الكيلو الا كاس ديال الطحين ديال الزرع. غادي نعمل العجانه، تعجن هاد العجينه هادي، وفي نفس الوقت انا كنضيف الطحين وعيني ميزان، يعني ما العجينه خصها تكون خفيفه، ما تكونش عاوتاني جاريه ولكن خصها تكون خفيفه. الا بغيتو تستعملوا الطحين ديال الشعير ممكن تستعملوه تخلطوه مع الطحين ديال الزرع، ممكن انا ما عنديش، عندي غير الطحين ديال الزرع وهذيك البلبوله ديال الشعير هما اللي استعملت. غير هو اللون ديال هاد الخبيزات هادو كيجي مغامق وكيجيو ايضا خفافين، لان الطحين ديال الشعير ما كيتجمعش، خصو ضروري يتخلط مع شي حاجه. المهم هنا غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه حتى نحصل على الخليط ديالي اللي هو هذا. كيف ما كتشوفوا راه العجينه خفيفه، غنقرب لكم هنا الكاميرا باش تشوفوا العجينه كيفاش عامله. نتوما بقاو كيف ما قلت لكم بقاو تضيفوا الطحين بشويه بشويه حتى تحصلوا على هاد القوام هذا ديال العجينه. هنا كنعمل يدي في الماء وكنكمل هكذا الجميع بيدي. غادي نضيف شويه ديال الماء من الفوق، هذا هو القوام ديال العجينه. هذيك البلبوله ديال الشعير راها كتذوب، يعني ما كنحسوش بالخبز هكذا كحرش وفيه طريفات ديال الشعير، كتذوب كتولي بحال الطحين. صافي غنزيد شويه ديال الماء من الفوق، نغطي هاد العجينه ونخليها تخمر تقريبا 1/2 ساعه. من بعد ما راه طلعت فيها الخميره كيف ما كتشوفوا، راه غطيتها غير ما بانتش، غير ما بين يعني داك الطرف ديال الفيديو حيدته، غنخرج منه الهواء. غادي نخوي العجينه فهاديك القصيعه الصغيره باش تسهل عليا انني نجمعها ونكورها. غنحط حدايا واحد شويه ديال الماء والبلبوله ديال الشعير اللي عجنت بها باش هي غادي نقرص، ممكن تقرصوا بها ممكن تقرصوا بالنخاله اللي بغيتو. غنعمل يدي في الماء وغناخذ واحد القطعه ديال العجين، غنصوب هاد الخبيزات هادو غير صغار، اولا لان الفرن ديالي صغير، ثانيا باش يسهل عليا التشكيل ديالهم، راه العجينه خفيفه، صوبتهم كبار غادي نوحل فيهم. كنحطهم فوق هذيك البلبوله ديال الشعير وكنبقى نقادهم بشويه بشويه هكذا بيدي، كنحاول معاهم حتى كيتغطاو مزيان بهذيك البلبوله. الحقيقه هاد الخبيزات هادو كيجيو رطبين، كيجيو فحال الا ما فيهمش البلبوله ديال الشعير، من حيث القوام ديالهم كيجيو زوينين. جربوهم، هاد الوصفه هادي كنظن انا الاصل ديال زينب المغير، ولكن مؤخرا شفتها في التيك توك ديال واحد الاخت حطاتها وتفكرتها قلت غادي نصاوبها، مش حال هادي ما صاوبت هاد الخبيزات هادو. هنايا غنصاوب معكم واحده اخرى، غير قربت الكاميرا، كنحاولوا مع العجينه لانها خفيفه غير بشويه بشويه. من بعد كنعملها في يدي وكنبقى نقاد لها الشكل ديالها بحال هكذا، نحاولوا نصغروها باش ما نتعذبوش معاها. غنحطهم جانبا ونكمل الكميه كامله.
دائما كنستعملوا الماء. فرشت واحد المنديل ديال الجبالة فوق الطابلة، وفرشت فوق منه واحد الدرة ديال الخبز هكذا باش هذيك الطابلة يعني ما تبردليش هذاك الخبز ويتعطل في الخمير في التخمر. فكنصاوب داك المنديل، كنصاوب الدرة ديال الخبز من فوق منه، وما كيحتاجش انا نرشها بالطحين لان هاد الخبيزات هادو راهم مقرصين في البلبولة مزيان. صافي، من بعد ما كملت الكمية كاملة غير بالعقل كنقرص هاد الخبيزات هادو، غير بشويه كنهزهم لانهم دغيا دغيا كيتحلوا يعني رطبين بزاف. من بعد ما غطيت قرصت هذوك الخبيزات وغطيتهم وخليتهم خمروا تقريبا واحد نص ساعه دغيا كتطلع فيهم الخميره. سخنت الفران على اعلى درجه حراره ممكنه، قبضت الصينيه راها بارده، فرشت لها الورق ديال الطبخ وغنحط فيها الخبيزات غير بالعقل. هنا غير كنطوي هذاك الكاغيط باش ما يقيسش الفران كيتحرق. غنثقبو فحال هكذا، نعمل فيهم هاد الثقيبات هادو اولا نطبع بالطابع وغندخلهم للفران. غياخذوا تقريبا واحد ربع ساعه ل 20 دقيقه لان هاد الفران هذا ما كيسخنش بزاف بحال داك الفران الكبير، فكياخذ واحد الوقت. من بعد ما كدوز تقريبا 15 دقيقه كنقلب الخبيزات. بالنسبه لي انا هادو راهم طابو باقي رطبين، غنخليهم واحد شويه باش يزيدوا يتكرملوا تقريبا واحد 20 دقيقه. نتوما الا بغيتهم يبقاو رطبين راهم طابو، ما كاين يعني ما كاين لاش نخليهم مده طويله في الفران، غير كزيدوا قصاحو الا كان عندكم يعني شي ناس كبار في السن ولا كيعجبو كيتبغيو الخبز يبقى رطب جبدوهم يعني غريبا لكم يعني قصحوا شويه من الفوق صافي راهم كيطيبوا، يعني الخبز ما كيحتاجش مده طويله في الفران. صافي انا غنحيدهم نخليهم ونكمل الطياب ديال الخبيزات الاخرين. هنا كنت جالسه يعني هذا الفران جالسه يعني شعلاه، قلت غنصاوب شويه ديال الشابلوغ. عندي هذا الخبز هذا ديال الزنقه ما تكالش، غنحيد هذيك القشره ديال هذا الخبز هذا اللي صفراء ولا اللي مقرمله، غنخلي غير البضعه. المشكله ديال الخبز هذا اللي عندي شي بعض القطع منه مراها يابسه وبعض القطع بقى شويه رطبه، ف ما غاديش يتطحنوا لي كاملين بنفس الطريقه. فغنحيد هذيك الجهه اللي كيف ما قلت لكم اللي مقرمله على برا، غنخلي غير البضعه. غنقطعها هكذا طريفات وغنطحنها في الطحانة. كيف ما قلت لكم ما غتطحنش كامله بنفس الطريقه، كاين شي خبيزات باقا هكذا بحال اللي نقولوا بحال الجلده يعني ما هما يابسين ما هما رطبين، هكذا غيبقاو كبار. غنخليهم حتى ندخل هاد الشابلور هادي الفران وتيبس عاد نعاود نطحنهم واحد شويه. صافي فحال هكذا غنعملهم في واحد الزلافه ونخليهم حتى نسالي الطياب ديال الخبز وغنقسم الفران، نخلي تقريبا على درجه يعني 100 اقل شيء ممكن اولا 110 المهم فحال هكذا. غنخليهم يتحمروا في الفران حتى يبسوا مزيان مزيان، هادو راه باقي ما تحمروش لانني باقا كنطيب الخبز. كيف ما شفتوا كاينين شي طريفات ما تشطحنوش، ما نبقاش انا ندبز معاهم في الماكينه، غنخليهم يتحمروا ماشي يتحمروا غير يبسوا في الفران ينشفوا، وغنعاود لهم الطحين واحد الطحنه خفيفه وغادي تشطحنوا. هذه كنستعملوها بزاف، هاد الشابلوغ هذه كنستعملها انا بزاف بزاف. هنايا غنشارك معكم واحد الفكره، واخا يعني ما غنصاوب لا حلوه لا والو، السكر ديال الحامض، هذيك القشره ديال الحامض. اغلبيه انا كنستعمل الحامض ما كنستافدش من ديك القشره ديالو، فشنو وليت كنعمل كناخذ
الحامضة اللي غادي نعصرها فيما بعد. انا اليوم في الليل صوبت طيبات ديال الدجاج مع البصله العشاء، ما واخا ما صورتهمش، عرفت هاد الحامضه هادي غنرقد فيها الحام، عفوا طريفات ديال الدجاج. فخديت القشره الصفراء، غير الصفراء، ما كناخدوش هذيك البيضه، كنخلطها مع السكر، كميه ديال السكر اللي بغيتو، قليله كثيره اللي بغيتو، كنخلطها مزيان مزيان، كنسد عليهم في واحد القرعه وكنخليهم. هذاك الزيت اللي في هاد القشره ديال الحامض كيتنسم به هذاك السكر، كيولي فحال الا زايدين الماء على هذاك السكر. ممكن نستعملوه هكذا الا بغينا نصاوبو شي عصير، ولا بغينا نسمو شي شاي، ماشي اتاي ديالنا، اتاي يعني الشاي هكذا ديال العشوب، او لا ممكن نزيدوه في الكيكه الا بغينا، كيتنس كيعطي واحد النسمه زوينه بزاف، وهكذا كنستافدو من هذاك القشور ديال الحامض ما كيضيعش. هنا غير كنزيد نفرك هذاك السكر مع القشور ديال الحامض، صافي غنصاوبو في واحد القرعه وغنغطيه ونخليه حتى نحتاجو غادي نجبدو. الخبيزات ديالي راهم تقريبا طابو كاملين، هنا غادي نوريهم لكم من بعد ما نقاد السكر في هاد القريعه هادي ونسد عليهم، غادي نسد على السكر عفوا، وصافي نخليهم في البلاصه اللي كان يكون فيها هذاك السكر فاني وداكشي ملي نحتاجو نجبدو. بالنسبه للخبيزات راهم طابو كاملين، كيجيو رطبين وكيجيو لذادين بزاف، يعني من الداخل ما كيجيوش قاصحين ولا يعني عامرين بهذيك السميده ديال الشعر، كتذوب نهائيا. جربوا هذه الطريقه هذه، هنا غنحل معكم وحيده، كيجيو فحال الخبز ديال الطحين ديال الزرع، ما كيجيوش تقال نهائيا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.